كما جرت العاده وكما عودناكم في كل سهره من سهراتنا دائما يجي فنان باش يشجع التلاميذ، واليوم للجزائر ضيف حاضر معنا الفنان القدير واللي جانا من بلدنا الشقيق ليبيا، الفنان الشاب جيلاني باش يشجع تلاميذ المدرسه وبالخصوص محمد امين وايه اللي رايح يغني رفقة كل واحد فيهم أغنية وعيوني سهرة ويوحشني. من فضلكم شاب جيلاني ضيف هذه السهرة السامعة لألحان وشباب بعد عودة المدرسة. بحلم فيها حبيبي انت الجنة اللي انا بحلم بيها حبيبي انت الدنيا اللي انا روحي فيها منايا دوايا يا ريتها معايا على كفاية بعبار هنايا صعب الليالي تشوفك من تاني عليا من غيرك انت مهون صعب عليا هتيجي امتى تشوفك من تاني عليا يا غالي وهم الليالي
من فضلكم الشاب جيلاني ضيف البرايم السابع، يعطيك الصحة. وهذه لثاني مرة تجيل عندنا وتزورنا في مدرسة الحان وشباب إن شاء الله. من فضلكم تحية لضيف البرايم السابع، شكرا. وتحية لآية ولمحمد أمين. نروح لجنة التحكيم، شكون يتفضل معايا؟ فنانة محمد روان تفضل. أولا نشكر شاب جيلاني، نقول له مرحبا بك في بلدك الثاني، أشيق أنا من ليبيا. بالنسبة لآية، والله يعني كل مرة راني نكتشف فيك، كل مرة نكتشف في صوتك ونكتشف القدرات الصوتية تاعك وأحاسيسك، ونقول لك يعطيك صحة وصيلي في هذا العمل. راني حاس باللي راكي رايحه، يعني عندك مشوار يعني فني ان شاء الله يكون في الجمال وفي يعني حاجه راقيه ان شاء الله، ربي يحفظك. بالنسبه لمحمد امين، ما تخافش يعطيك صحه انت ثاني ان شاء الله. شكرا للجنه التحكيم، يعطيكم الصحه. وتحيه لايه ومحمد امين، ما تنساوش له مرشح الليله.